ما عم اسمعي صوتك دوا حس قلبي ارتاح قلبي ارتاح ولقيت الدوا يا عيوني كلك سوا كلك سوا بتصورك قايد زمان وضعت حلو بتتاكل نصيف وريان ولكل اللي صوتوا للنومينيز والتصويت توقف من ثواني. مشاهدينا تعودنا نشوف بالبرايمات الماضية لحظات مؤثرة ضمن روبرتاج الميكينج اوف والليلة ضمن روبرتاج كواليس في أسرار وخبايا ومواقف مهضومة. قبل بداية البرايم كل شيء طبيعي، الطلاب حاضرين والأعصاب رايقة، ثواني ومنطلع على الهواء. الطلاب محمسين وسلطان محمس أكثر، خاصة بعد الأسبوع الصعب اللي مرق عليه نتيجة الوعكة الصحية. وحش معنى كلمة وحش، بغني وبولح حتى لو إني أطلع من هنا وعلى إسعاف على طول أنا جاهز. رغم التنسيق الدقيق والمستوى الاحترافي اللي بيتمتع فيه كل شخص بفريق العمل، الكواليس بتضل مثل خلية النحل. عجقة منظمة، تعليمات من غرفة العمليات وتحركات منسقة على الأرض. يلا ستاند باي بليز. كله مدروس. بخلال برايم اجتمعوا أربعة بلوحة رأسة. رحمة رأست مع محمد علي، ورانيا رقصت مع محمد رمضان، وشو كانت بتفضل رحمة تكون الصورة معكوسة وتكون هي شريكة محمد بالرقصة مكان رانيا. غنوا ورقصوا وتجاوزوا المسائل الشخصية. المرتبة الأولى محمد رمضان. ومع صدور نتائج توب 5 فشت رحمة خلقها واللي تمنته صار، خاصة لما اختار إلا لتروح معه بالسفرة اللي ربحها. حابب تاخد معك أميرة أو حابب تروح لحالك؟ القرار لإلك محمد. لا أميرة أكيد. لا أميرة بأنه بنت رحوم. رحمة كأنه أنا فزت وحيات الله مش هو، لأنه هو بيعرف أنا قدي بعزه، وبعدين اختارني أنا الأميرة اللي معه مش رانيا. كنت أخذ رانيا بعدين قلت أنه لا. بستار أكاديمي ما في مزح، هون مضطرين يتأقلموا مع أي وضع ومضطرين يتغلبوا على الخوف وحتى على المرض. خلال الأسبوع سلطان كان تعبان وخضع لعدة فحوصات طبية، رغم التعب أصر يطلع بالبرايم ويغني، بس بعد كل غنية كان يحس أنه عم ينزف دم، فأبرم اتفاق مع عبد العزيز ليكمل البرايم. حاولت اني امسك نفسي ومع اني طلعت تعبان الحين كثير، بس الحمد لله اهم شيء اني قدمت اللي علي. حبيبي عبد العزيز وقف معي وقفه ما اقدر انساها. بعد الاغنيه الاولى بعد التابلو الاول تعب، فاتفقنا انا وهو عشان اذا تعب اكثر انه يسوي لي حركه يغمز لي او يسوي لي اي حركه على البس، وانا يعني مقرب المايك عامل احتياطات وقاعد اغنيها داخل قلبي. بنهاية البرايم تأزمت حالة سلطان، حس بالدوخة لكنه أصر يمارس حقه ويصوت. والبيس بازل خرجت أليم بفارق صوت، كانت بتتمنى تحلم الحلم وفجأة بتغادرنا أليم، كل شيء انتهى. هيدا كان كله على بعض حلم. بالغرفة المجاورة هلأ جاي الحكيمة وبتنزل هلأ بيرجانس على المستشفى. غريت كتير منيح ببراين بس حنقلك على المستشفى هلأ. معدة البرنامج انشغل بالا وقررت تعمل المستحيل. قلت لها كيف ما بدك جيت غنيت بالبرايم، هلأ بتعمل كيف ما بدك. برايم حافل ودعنا في أليم، انشغل بالنا على سلطان اللي مرق بقطوع وكانت القصة بسيطة. بالنهاية العائلة بتبقى متحدة بكل الظروف، بالفرح بالقلق بالتحديات، وطالما هن معنا نبقى معهم، نسهر عليهم نحميهم ومنكمل سوا.
المسرح ولسهرة البرايم يلي كلها فرح وجميل، والمخرج توني أهوجي بيعرف يظهر أجمل صورة لأجمل سهرة.